السلام عليكم ورحمة الله. حابين اليوم نعطي بعض التوجيهات والنصائح للأهل عسى إن شاء الله أن يستفيدوا منها. إحدى أول النصائح اللي منحب ننصحها، أبداً لا تتركوا المشكلة تتفاقم. كيف؟ يعني لا نترك النخر أو لا نترك الأدراس المتواجد فيها نخر حتى توصل إلى مرحلة الألم. للأسف لحنا عنا مفهوم الألم، يعني لا نذهب أبدا إلى الطبيب سواء طبيب أسنان أو غير طبيب إلا فقط بالألم. في ألم نذهب إلى الطبيب، لا يوجد ألم لا نذهب للطبيب. فبالتالي عندما نتأخر في الذهاب ويكون هناك ألم، أولا تصبح المعالجة أصعب على الطفل، ثانيا تصبح كلفتها أعلى، ثالثا يوجد احتمالية أكبر لخسارة هذا الدرس. فكلما أسرعنا بالذهاب إلى الطبيب من أجل حل المشكلة كلما كانت النتائج أفضل. فعندما نذهب بشكل دوري إلى الطبيب كل 6 أشهر، هذا الشيء قد يغنينا أولا عن العلاج المزمن، يعني كسحب عصب أو كبتر عصب أو كقلع، ويغنينا عن يعني مصروف أكثر. فننصح الأهل دائما بالذهاب بشكل مبكر إلى طبيب الأسنان. من أحد التوجيهات أو النصائح اللي نطلب من الأهل دائما بالقيام بها، وهي عند حدوث الرضوض أو الأزيات السنية. فالأطفال بشكل طبيعي قد يقعوا سواء على الأرض أو على الحائط على الجدار، وبالتالي من الممكن أن تحدث أذية سنية أو تحدث أذية في العظم وتكون المشكلة غير ظاهرة. ففقط بعض الأهل عندما يسقط الطفل وينزف القليل من الدم يقول تمام لا يوجد أي مشكلة ما في داعي للروح للطبيب، ولكن قد تكون المشكلة قد حصلت بالداخل التي تؤدي إلى تموت هذا السن أو آفات سنية التي هنا في هذه الحالة قد تؤدي إلى سحب العصب. فبالتالي عند وقوع الطفل يعني نطلب من الأهل بالذهاب إلى أقرب طبيب أسنان لديهم سواء كان طبيب أطفال أو غير أطفال، على الأقل من أجل القيام بصورة شعاعية وفحص حيوية الأسنان، وبالتالي عدم الذهاب إلى مشاكل أكثر بعد مدة من الزمن. من النصائح اللي نطلبها من الأهل دائما عدم إعطاء الطفل الكثير من الحلويات والسكريات. فالطفل بطبيعته يحب السكريات من المصاص، السكاكر، حتى الشيبس. فالشيبس مثلا من أكثر المواد التي من أكثر الأطعمة التي تؤثر على الأسنان، فبشكل عام يحوي على الكثير من الزيت والذي يلتصق بسطوح الأسنان مؤدي إلى حدوث نخر بشكل أسرع. وطبعا ما بدنا ننسى موضوع فرشاة الأسنان وأهميتها، وخصوصا قبل النوم يجب على الأطفال بالفرشاة تفريش الأسنان مرتين في اليوم على الأقل، مرة في الصباح وأهم شيء قبل النوم. فقبل النوم يقل اللعاب وتقل حركة اللسان، فبالتالي احتمال ظهور النخر بشكل أسرع دائما يحدث في الليل. فننصح الجميع بعدم ترك أطفالهم يذهبون إلى النوم دون فرشاة الأسنان. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا. نشكركم للاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.